أكل فرحة كيف تروح من الخدمة، أكلي كي تمشي أنت فايج تحس اللي الدنيا كل مشيت عليه، أكلي ما يطالبكش معناتها بال لا يطالبك لا بالباهي لا بالخايب، يطالبك جيست بالحب. كيف أنا ربي تكلب شفت فيه الحب الكبير المليه، شفت فيها الإخلاص، شفت فيه اللي ما تنجمش تشوفه في العبد، تلقى فيه اللي ما تنجمش تلقاه في صاحبك في خوك. وتونس وليت دولة منعوتة بالسبع من ناحية الكلب، قريب احنا بيدنا العبيد التوينسة ولا البلدان العربية كل قريب يقولوا علينا مكلوبين. كيفاش بدأ غرامك بالحب في الحيوانات؟ الحيوانات غرامي بيهم بدأ ملي انا ربيت كلب. كيف انا ربيت كلب شفت فيه الحب الكبير المليه، شفت فيه الاخلاص، شفت فيه اللي ما تنجمش تشوفه في العبد، تلقى فيه اللي ما تنجمش تلقاه في صاحبك في خوك في فهمت. اكل فرحة كيف تروح من الخدمة، اكلي كي تمشي انت فايج تحس اللي الدنيا كل مشيت عليه، اكلي ما يطالبكش معناتها بال لا يطالبك لا بالباهي لا بالخايب، يطالبك جيست بالحب معناتها اللي فات اللي تحبه انت الحيوان هذاك هو معناتها هذاك غرامه هذاك هو المطلوب منه. الحيوان عمره صغير على الاخر، عمره قصير الحيوان سواء القطوس سواء الكلب عمره قصير، علاش ما يعيش في امان؟ علاش نضربوا فيهم؟ علاش نقتلوا فيهم؟ علاش البلديات ما يخافوش ربي فيهم؟ علاش البلديه في عود باش تخرج هي تقتل حيوان؟ علاش ما تخرج تعمل لي فاكسان وتخرج تعمل تشد الحيوانات تهز تعمل لهم كاستراسيون وستيريليزاسيون؟ علاه ديما نمشيو للعنف؟ علاه ديما نمشيو للحاجه الخايبه؟ علاه نمشيو للدم؟ علاش نربيو ولادنا على العنف وعلى الدم؟ علاه يا اخي الحيوان راهو باش تشوف تقدم نتاع البلاد، راهو تشوف العلاقه نتاع المجتمع بالحيوان، واحنا عمرنا لنا باش نتطوروا كعرب بيان سور في جميع البلدان العربيه كل عمرنا منا باش نتطوروا مادام احنا نعاملوا في حيواناتنا بالطريقه هذيك. معناتها تقدم الامم راهو بمعاملتهم للحيوانات. ارحموا الحيوانات، حبوهم باش يحبوكم، علاش تعذبوا فيهم؟ الدم عليه تعليم اسهل حاجه الكرتوش يا ربي، اسهل حاجه انت ما هو شدوا انت هزوا عملوا الكاستراسيون عملوا كل البلوطه باش ما عادش نشوفوك التكاثر هذيك، هزوا اعملوا انت الكاستراسيون والستيريليزاسيون واعمل الفاكسيناسيون باش تحمي انت الكلاب. راهو تونس وليت دوله منعوته بالسبع من ناحيه الكلاب، قريب احنا بيدنا العبيد التوينسه ولا البلدان العربيه كل قريب يقولوا علينا مكلوبين، فهمت؟ دونك علاش ما نعملوش ما نبدلوش هالفكره هذه؟ هذه الفكره هذه تبدا من وعي المواطن وتبدا بالدوله، الدوله زاد عندها دور كبير برشا برشا، ومن بعدها زاد المواطن اللي عنده دور زاد في العنف وعنده دور اللي قالوا بربي فما كلاب يجاو وقتلوهم. انت باش تقول قالوا فما كلاب؟ تهز عطيهم شربامي، تهز حبهم اللي فات اللي انت تحبوا الكلب ولا القدوس راهو يحبك اوتوماتيكمون، ماهوش طالب منك حتى شيء، طالب منك جيست باش تخليه انت لاباس هكا هاو. ويجاو بحدينا في جمعيه اغاثه في مرنيك، تو نزيدوا نحكيوا اكثر على الحيوانات وتشوفوا الحيوانات اللي عندنا وتشوفوا القطاس كيفاش عايشين والكلاب كيفاش عايشين. اللي تحب تاخذ الكلاب ولا القطاس شنو يعملوا؟ كيفاش ينجموا يجيو بحدينا؟ ينجموا يجيونا لجمعيه مرنيك طريق سيدي سعد، يجيو بحدينا ويشوفوا عندنا برشا قطاس، عندنا 200 قطوس وعندنا 50 كلب. فما الكلب، فما عندنا الكلب المعاق، عندنا الكلب المريض، عندنا الكلب الاعمى. انواع احكي لنا على الانواع. عندنا كانيش برجال ما في ساعه يهزوهم، راك يجيبوهم في ساعه يهزوهم، اما عندنا كانيش محلي كان عملته مراه لقاته في الشارع زاد مضروب لوحوه ولا الله اعلم، هزت عملت له عمليه يعطي الصحه وجابته بحذينا. عندنا كلاب محلي مراه العربي احسن من راه تسرى. احسن راتسه هي العربي، العربي حنين برشا وذكيين برشا ويحبون برشا، ديجا هما البرا من تونس يتبيعوا اغلى من لو شان دو غاس. يعطيكم الصحه، ميرسي بوك. ميرسي يعيشكم بربي شويه وعي للمواطنين، بربي يزيو من العنف يزيو من الدم، البلديات يزيو من الدم، راهو حرام عليكم، راهو عند هذوكم كائنات حيه، راهو ربي خلقهم مش احنا، ما تخافوا فيهم ربي يهديكم ربي.